العالم شايفك ازاي، بيتكلم عنك ازاي، دي رؤية العالم لحضرتك. وبعد شوية اوريكم العكس، بيتكلموا ازاي على تركيا، بيتكلموا ازاي على اردوغان، بيتكلموا ازاي على الدكتاتور اردوغان، الفارق مصر ايه وبيقولوا على اردوغان ايه. طب شوف وزير خارجية رومانيا. It's really one of the most important activities in the foreign policy between Romania and Egypt. I have to underline that in the last 15 years there was no visit at the level of the official visits between the heads of the states of Romania and في البداية دعني أقول إن أحد أهم أولويات عملي كوزير لخارجية رومانيا هي تنمية العلاقات مع مصر. تعرف أنه منذ أكثر من 15 عاما لم يقم رئيس مصري بزيارة إلى رومانيا، لذلك أعتبر أن زيارة الرئيس السيسي لنا تاريخية. نريد أن نستغل هذه الزيارة بأقصى الدرجات من أجل تعظيم العمل المشترك المصري الروماني. وبصفتي رئيس للاتحاد الأوروبي فأنا أريد أن يستفيد الاتحاد بالكامل من هذه الزيارة. في القديم كنا نقول إن كل الطرق تؤدي إلى روما، الآن أقول إن حل جميع مشكلات منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا تمر عبر القاهرة. لا أبالغ حين أقول إن مصر لديها مفتاح حل جميع الأزمات. إن أردت مثلا أن تحارب الإرهاب عليك أن تتعلم من القاهرة، وإن أردت أن توقف الهجرة غير الشرعية فعليك بالقاهرة. إن أردت أن تجد حل نهائي للمعضلة الفلسطينية الإسرائيلية فيجب إشراك القاهرة. مشاكل السودان، ليبيا، التوتر في منطقة الخليج، سوريا، لن تحل كل هذه الأمور دون العودة إلى القاهرة. مصر بالنسبة لي هي العقل والقوة والمحرك الأساسي للمنطقة، لذلك أقول إن الاتحاد الأوروبي سيستفيد استفادة كبيرة جدا بزيارة الرئيس السيسي لرومانيا.